أهلا بكم. صحيفة صهيونية تكتب: السعيد يعرب عن رغبته في التقرب من الكيان الصهيوني، غير أن الجزائر تقف حجر عثرة أمام هذه المساعي. ووزارة الخارجية التونسية تكذب الخبر. توقيت الخبر وخلفياته: هل يراد فرض التطبيع على الشعب التونسي وأية أثمان سياسية وأخلاقية؟ ما مصلحة الطرف الصهيوني في فضح ما أسمتها الصحيفة بمساعي التقرب من قبل السعيد إن صح الخبر؟ الانقلاب على الدستور والعودة لمسار الدكتاتورية، هل يخدم التطبيع أم يقاومه؟ نناقش توقيت الخبر وصدقيته في الجزء الأول من حلقتنا، وفي الجزء الثاني من الحلقة لنا عودة على تصريحات رئيس جمعية القضاة التونسيين الذي فضح خلفيات بعض الإعفاءات، من بينها رفض وكيل الجمهورية فتح بحث موازن فيما يعرف إعلاميا بملف الجهاز السري، وتعرض رئيسة محكمة الاستئناف للضغط من قبل وزيرة العدل التي طلبت تعيين ملف الاتحاد لدى دائرة بعينها، وضغوطات أخرى نكتشفها بعد نصف ساعة من الآن. بعد تأكيد القضاة التمديد في إضرابهم والتصعيد وفضحهم خلفية الإعفاءات، هل يخضع السعيد لسلطة القضاة؟ نناقش إذن محوري الحلقة مع الأستاذ شرحبيل الغريب، رئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات من فلسطين، والدكتور مراد اليعقوبي الجامعي والرئيس السابق لجمعية أنصار فلسطين في تونس، ويلتحق بنا إن شاء الله بعد قليل كذلك الدكتور أحمد البرقاوي الأكاديمي المتخصص في الدراسات الجيوستراتيجية من باريس. دعني أرحب أولا بالهاتف الأستاذ شرحبيل الغريب. أستاذ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا أستاذ شرحبيل، رئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات من فلسطين. كذلك يلتحق إن شاء الله الدكتور مراد اليعقوبي بعد دقائق. فقط نذهب مباشرة إلى التقرير الافتتاحي وعودة مباشرة على الأستوديو. عاد الحديث مجددا على الساحة السياسية عن تطبيع تونسي مع الكيان الصهيوني، حيث نشرت صحيفة صهيونية خبرا مفاده حدوث مباحثات دبلوماسية بين تونس والكيان المحتل بخصوص تقارب ثنائي محتمل. الصحيفة قالت إن هذه المحاولات للتطبيع تواجه صعوبات من المعارضة الإسلامية القوية الرافضة لأي تطبيع، ومن الجزائر أيضا التي تحاول إفشالها حسب وصفهم، لافتة إلى أن الرئيس التونسي أعرب عن رغبته في التقرب من الكيان الصهيوني. خبر سارعت وزارة الخارجية إلى نفيه، معتبرة إياه ادعاءات باطلة وإشاعات دأب هذا الموقع على نشرها في محاولات متكررة للمس من صورة تونس وموقفها الثابت من القضية الفلسطينية ومن الحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم. وأكدت الخارجية في بيان لها أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل، وأنها ستظل رسميا وشعبيا سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف حسب نص البيان. نفي رسمي لقضية أثارت وما زالت جدلا واسعا في تونس، آخرها انتشار صورة رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع حسن الشلغومي الملقب بعراب التطبيع خلال زيارة الغريبة، وما سبقها من زيارة وفد سياح صهيوني إلى البلاد عبر خط مباشر من مطار صهيوني إلى مطار قرطاج. محاولات يبدو أن أطرافا كثيرة تبذلها للدفع بتونس لدخول مركب الدول المطبعة، مستغلة عدم الاستقرار السياسي والتأزم الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، بالإضافة إلى تراجع حدة الموقف الرئاسي من التطبيع الذي لم يعد اليوم خيانة عظمى. مرحبا بكم من جديد في عدد جديد مباشر من حصاد 24. ضيوفنا ثلاثة تباعا إن شاء الله: أستاذ شرحبيل الغريب، رئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات، دكتور مراد العقوبي الجامعي وأستاذ التاريخ، ويلتحق بنا بعد قليل كذلك السيد دكتور أحمد البرقاوي الأكاديمي متخصص في الدراسات الجيوستراتيجية من باريس، ومعنا مباشرة بالهاتف من فلسطين أستاذ شرحبيل. أهلا وسهلا مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم. إذن عودة أستاذ شرحبيل على ما كشفته أو ما ذكرته على الأقل، ذكره موقع صحيفة رأي اليوم الصهيوني، يقول إن الرئيس التونسي قيس سعيد أعرب عن رغبته في التقرب من إسرائيل. هو صعب أن أتحدث عن مصداقية إعلام صهيوني، لكن بحكم خبرتكم ومتابعتكم للإعلام الصهيوني وأنتم الباحث، أولا هل من فكرة أستاذ عن الصحيفة، عن عمق تحليلها، ما كانتها أولا قبل أن نحلل الخبر في حد ذاته؟ تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. هي في الحقيقة صحيفة لإسرائيل هيوم، هكذا اسمها، لإسرائيل هيوم، وهي صحيفة إسرائيلية بالدرجة الأولى بالنسبة للمتحدة الإسرائيلية، لكن هذه الصحيفة لها ربما شيء من الخصوصية. هي صحيفة مقربة من صانع القرار الإسرائيلي، بمعنى أنها تعبر عن يعني ما يجول في الكواليس أو ما يجول في يعني العقلية الإسرائيلية، حتى لو تكون يعني منشور على الصحافة الإسرائيلية الرسمية. وبالتالي هذه الصحيفة يعني فاجأتنا بخبر نقلا عن مصادر خاصة بها، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد يدرس إمكانية التطبيع مع إسرائيل، وعنونت الخبر هكذا: قيس سعيد يدرس إمكانية التطبيع مع إسرائيل لمواجهة الجزائر والمعارضة التونسية. في تقديري مثل هذا الخبر يعني يمكن قراءته في أكثر من سياق. أولا الإعلام الإسرائيلي، حتى نثبت مسألة في غاية الأهمية، الإعلام الإسرائيلي معروف أنه إعلام موجه بالعادة، إعلام يعني ينشر يخضع للسيطرة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بالدرجة الأولى، ولا يعني هو يعني يسرب بعض المعلومات باتجاه موجه ربما تجاه الملف الفلسطيني أو الملف الإيراني أو غيرها من الملفات. نعم. لكن في موضوع التطبيع حقيقة إسرائيل تتفاخر، أو الاحتلال الإسرائيلي تتفاخر بمثل هكذا قضايا عندما يثيرها، وهو يعتبر بأنها نجاحات دبلوماسية يسجلها بين حين وآخر. واليوم يجري الحديث بعد موجة التطبيع الأولى التي بدأت من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، يجري الحديث عن تونس والسعودية. في الحقيقة هذا الخبر يعني لم يخرج عبث، ربما له أصل الإعلام الإسرائيلي عندما يقول أن هناك اتصالات ونقاشات، فهو يعكس حقيقة، بمعنى أنه لا يستطيع أن يقول أن هناك اتصالات ومحادثات، وهو يعني في الموقف الحقيقي لا يكون هناك اتصالات. و في هذه النقطة بالذات أستاذ شرحبيل، معذرة أعذرني، في هذه النقطة بالذات مهم أنك أشرت إلى كون الصحيفة الصهيونية هي مقربة من دوائر صنع القرار، هذا مهم جدا. وفي الحقيقة نحن حتى كإعلام، ما دفعنا أو ما شرع لنا طرح هذا السؤال حتى نؤكد بأن المسألة ليست في وارد الفيك نيوز، يعني لو كان خبرا عاديا ربما كنا نصنفه كذلك، وما كنا لنوليه الاهتمام ونعطيه مجال من مساحتنا المباشرة لنناقشه. ولكن في الحقيقة إضافة إلى هذه الصحيفة، هناك مواقع عربية عدة دولية، هناك تلفزيون جزائري تناول الخبر، ولست أدري إن كان وجد صدى كذلك في الإعلام الصهيوني. يعني في الحقيقة علينا أن نثبت مسألة في غاية الأهمية، البيئة السياسية التونسية الحالية ربما في الحقيقة
يعني تمهد لمثل هكذا اخبار تسربها صحيفه اسرائيل اليوم، بمعنى انه الرئيس قيس سعيد في الفتره الاخيره هو يدور في فلك الدول المطبعه، الامارات وغير الامارات من الدول التي يعني وقعت اتفاقيات تطبيع مع دوله الاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي يعني اقول بان اسرائيل تدرك جيدا بان التطبيع ليس في تونس مرفوض على المستوى الشعبي، في كل الدول التي ايضا وقعت اتفاقيات تطبيع معها. تسريب مثل هذا الخبر ربما اسرائيل تريد ان تجث النبض الشارع التونسي ونبض النخب السياسيه والنقابيه وحتى الشعبيه حول يعني مساله الاقدام على مثل هكذا خطوه مع نظام يعني قيس سعيد بشكل رسمي. نعم. اسرائيل ربما اليوم تتوهم بانه هذا الخبر ربما يمكن ان يصبح حقيقه، لكن هي تطلق هذه البالونات من اجل ان تجس النبض. لكن اسمح لي، ترجمه لسلوك عملي لكنه خلف الكواليس، ونحن نعلم بانه وحسب ما تقول الصحيفه بالمناسبه بانه هذا الخبر هو موجه ل يعني الهروب من المعركه السياسيه التي يخوضها الرئيس التونسي مع المعارضه التونسيه في الداخل من جانب، وايضا للهروب ايضا من الازمه الماليه التي تمر بها تونس نتيجه تردي الوضع الاقتصادي يعني السيء. وبالتالي احنا نواجه مشكله حقيقيه، التحول في السياسة العربية ليس على صعيد تونس فحسب. نحن سمعنا شعارات كثيرة من الرئيس التونسي في السابق ضد التطبيع وتجرم التطبيع، لكن هناك اليوم أصبح هاجس لدى الشعب الفلسطيني بأن الذي يعني جعل السودان وغير السودان والمغرب تطبع يمكن أن تطبع تونس في عهد بن سعيد، ليس بالمستحيل، لكن من يقف ويمنع هذه الأنظمة من أن تتورط أكثر؟ سنحاول الإجابة على هذا السؤال أستاذ شرحبيل، أعذرني أستاذ شرحبيل، سنحاول الإجابة على السؤال فقط. وددت لو كان أعطيتني إجابة، هل تعودت هذه الصحيفة طالما قلت أنها مقربة من دوائر القرار، هل تعودت مثلا أو هل اعتاد الجمهور والقراء أخبارا زائفة من هذه الصحيفة سابقا؟ يعني في تقديري السمة الغالبة على هذه الصحيفة أنها تسرب أخبار موثوقة ولا يعني تنشر أخبار صفراء بالدرجة الأولى. نعم. وهذا الخبر ربما كغيره من الأخبار ربما له حقيقة لكنها خلف الكواليس، وهذا يعني هذه الصحيفة اليوم تفضح ربما ما يدور في الأروقة الداخلية وما يحضر له على صعيد أن إسرائيل ربما فتحت شهيتها وترغب بأن تتوسع في مسار التطبيع أكثر، والحديث يدور هنا يعني عن تونس والسعودية بالتحديد. نعم. خليك معنا أستاذ شرحبيل، لست أدري إن كان دكتور مراد اليعقوبي جاهزا على سكايب. دكتور مراد؟ نعم أسمعك جيدا. مرحبا دكتور مراد، مرحبا بك، اهلا وسهلا. اذا كنت استمع الى الاستاذ شرحبيل الغريب من فلسطين، رئيس منتدى العلاقات الدوليه. سؤالنا مباشره دكتور، ما هي مصلحه الطرف الصهيوني اذا كان هذا الخبر دقيقا، ما مصلحتها في تسريب كذا خبر إلى صحيفة يقول عنها شرحبيل بأنها مقربة من دوائر القرار، صنع القرار الصهيوني؟ في تقديري أن هناك سياسة ثابتة لدى الصهاينة ولدى الإعلام الصهيوني، وهي في الواقع عقلية عميقة في التكوين النفسي للصهاينة بصفة عامة. هم لا يريدون الانتصار على الأرض فقط أو افتكاك الأرض، ولكن يرغبون في إذلال كل ما هو عربي إسلامي، كل ما ينتمي إلى الأمة، وعموما كل من ينتمي إلى المناصر للحقوق البشرية الطبيعية. إذن هم يسعون دائما إلى إذلال العرب وقادتهم، وفي ذلك نوع من بث عقلية الهزيمة بين العرب أنفسهم. حاليا
يعني بهذه السياسات وشبيهاتها يتجه الرأي العام العربي إلى اعتبار أن التطبيع أمر مفروض وأن دولة ضعيفة وما إلى ذلك، تماما كما يسعون إلى فرض التطبيع مع الاستبداد وفرض عقلية العصا. نسمع كثيرا أن البعض لا سيما من العامة التي تدعي الثقافة وهم غير مثقفين يقول نحن شعب ينفع فينا كان العصا أو شيء من هذا القبيل. هذا طبعا يعني سياسة يقع الهدف إلى ترسيخها ويعني تركيزها أكثر داخل الشعب العربي، وهم بطبيعة الحال يذلون هؤلاء الزعماء العرب، زعماء بين ظفرين، يذلونهم لأنهم يعرفون أنهم تحت أيديهم، وفي ذلك رسالة لمن وراءهم باعتبار أن ما تسمعونه منهم من قدرة على مواجهتنا وما إلى ذلك فهم لا يستطيعون شيئا. ونحن متأكدون من ذلك بالنسبة إلى الزعماء وبالنسبة إلى القادة والرؤساء والملوك إلى كل المستبدين العرب. نعم. هم فعلا لا يستطيعون شيئا لأنهم غير مدعومين شعبيا. ونلاحظ أن ما يجمع الأنظمة التي تساند الكيان الصهيوني هي يعني طبيعتها الاستبدادية، طبيعتها يعني العسكرية غالبا أو المستعينة بالقوات، ما يسمى بالقوات المسلحة، إذن شيء طبيعي لا نستبعده، رغم أن الأمر يحتاج إلى تأكيد على الواقع، ولكن هناك مقدمات تدفعنا إلى قبول الفكرة وأنها واردة جدا، لأنه من خلال قراءة بسيطة لتاريخ السياسة الخارجية التونسية في فترة قيس سعيد يتضح ذلك. فإذا كان قيس سعيد اعتبر أن فرنسا لم تكن محتلة وأنها حامية رغم الجرائم التي ارتكبتها، فإذا فعل هذا مع أمته ودولته وبلاده فليس من المستبعد، لا سيما وأن الانقلاب اليوم يمر بظرف صعب جدا من ناحية الاقتصادية والاجتماعية. نعم. من ناحية التمويل وأشياء كثيرة، بالتالي هو يبحث عن خيط لل يعني الحصول على الأموال وعلى الدعم عفوا. طبعا هم يطمعون دائما في الدعم الصهيوني، ولكن أثبتت التجربة أن كل من لجأ إلى الصهاينة أخذوا منهم ما يشاءون ولا يعطون شيئا في نهاية الأمر. نعم. دكتور مراد، ربطا بما ذكره الأستاذ سرحبيل وما بدأته أنت نفسك، يعني ذكرت سياقات معينة ونعرض على الشاشة يعني صورة هذا الإمام بين ظفرين التونسي الفرنسي الذي جاء إلى حج الغريبة والتقى بودن، هذا الإمام التونسي الفرنسي نسيت اسمه للأسف الشديد، المعروف الشلغومي. يعني هناك سياقات، نحن لا يمكن أن نجزم صراحة، ولكن كما قلت منذ قليل ما يشرع سؤالنا هو اهتمام أكثر من موقع بل تلفزيون جزائري تناول الموضوع. وهناك سياقات حتى في علاقة الأمر بالجزائر، يعني أن يتطرق الإعلام العبري ويتحدث عن خبر بكذا تفصيل في ظل ما تعيشه تونس من أزمة مكتومة مع الجزائر ومع ليبيا، ربما هذه قوي الشكوك فعلا في مدى مصداقية الخبر. بطبيعة الحال لا، هذا ما نعتمده، يعني هناك مقدمات يمكن أن يعني ننجز عنها استنتاجات. الوضع الموجود حاليا وسياق السياسات، يعني أول سفرة قام بها السعيد إلى الخارج توجه إلى عمان، معناها الدولة المطبعة دون أي إشكال. يكفي أن نتذكر أن الملك العماني استدعى رئيس الكيان الصهيوني، يعني وزيره الأساسي، استدعاه إلى بلده واستضافه دون أي مقدمات ودون أي حشمة. معناها هؤلاء لا يستحون. إذن لا اسمح لي، وقتها كان ذلك، اسمح لي سيد مراد، وقتها في بالي كان يعني مراسم عزاء أعتقد أول. والله احنا نعرف، سامحني أخوي الغالي، احنا نعرف أن هناك دبلوماسية الجنائز، وسبق ورأينا مثلا في جنازة الملك المغربي أو في عدة جنازات أن بعضها كان فرصة يعني لإقامة علاقات مع ناس مشبوهين. هناك بعض الرؤساء صافح ممثل الكيان الصهيوني وكإجابة على ذلك قال لم أكن أعرفه. فبالفعل أنا وصلنا إلى مرحلة يعني البذاءة
وإلى الاستخفاف بعقول نعم. بعقول من يحكمونهم. إذن من الواضح هناك سياقات وهناك يعني أحداث سابقة ومواقف سابقة تؤكد أنها ليس من المستبعد أن تكون ذلك، وأنا أعتقد أنها آتية ولكن لن تجد لها موضعا في هذه البلاد، وسيروا عجبا من هذه الشعوب التي احتقروها وظنوها بالفعل يعني ستقبل التصهين. ونقول لهم هناك ألف سليمان خاطر في تونس وكلهم سيواجهون التطبيع وسيواجهون الكيان المحتل، لأن القضية الفلسطينية هي قضية متعلقة بالتركيبة النفسية العقائدية لعامة الناس، وهي مظلمة بشرية تشارك فيها كل القوى الحية وليس التونسيين وحدهم. أستاذ شرحبيل، سؤال أخير، يعني تعرف والمشاهدون يعرفون أننا أمضينا ربما سنوات طوال حتى رأينا الاتصالات والعلاقات القوية بين مثلا دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني قبل أن تطفو هذه العلاقات على سطح ويبيت التطبيع يعني بائن العيان. أستاذ شرحبيل تفضل معكم. هل سمعت السؤال؟ لم أسمع، عفوا. نعم قلت أستاذنا ربما أمضينا سنوات طوال على العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني كانت تتم في الخفاء، يعني أمضينا سنوات حتى تحولت هذه العلاقات السرية إلى علاقات مفضوحة، مما يقوي الشكوك بأنه أي عملية تطبيع بين كيان الصهيوني والدول العربية عادي أن تمر بمرحلة السرية هذه. يعني في الحقيقة ليست الإمارات هناك علاقات عربية إسرائيلية من تحت الطاولة مع كثير من الدول، وللأسف الشديد فتحت شهية إسرائيل خلال السنوات الثلاثة الماضية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أن تكشف عن حقيقة هذه العلاقات التي كانت يعني مستورة وكشف عنها الغطاء باتفاقيات وصلت إلى أبعد مدى، اتفاقيات سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية، ومنها حقيقة ما هو يعني أخطر من ذلك اتفاقيات استخباراتية إسرائيل تتغلغل في المنطقة تحقيقا لأهدافها وأطماعها في المنطقة حقيقة. والعرب للأسف الشديد كلهم يعني متواطئون في هذه المسألة، ويعني يسهلون للاحتلال الإسرائيلي كل السبل والطرق من أجل أن يعني يثبت أركانه في المنطقة. وللحقيقة نحن نتحدث هنا عن نماذج عملية مرت بها الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع سابقة، كلها كانت تحت ذرائع بأن التطبيع سيكون يعني الحامي للقضية الفلسطينية وأن التطبيع سيسهل في إيجاد حل. سنوات مرت لم يكن هناك إلا مزيد من الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وبحق المقدسات. في السودان قالوا لهم ستنفك الأزمة الاقتصادية عنكم، طبعوا الوضع في السودان يزداد اقتصاديا سوء من سيء إلى أسوأ. في المغرب أيضا قال لهم سنحل لكم قضية الصحراء الغربية، كذبوا عليهم ولم يعني يصدقوا في هذا الإطار. وبالتالي إسرائيل تمارس الخديعة على الدول العربية، وللأسف الشديد هذه الخديعة الكبرى يعني كل الاتفاقيات التطبيع في صالح دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب المنطقة العربية وعلى حساب الحقوق الفلسطينية وعلى حساب المقدسات التي تدنس وتنتهك صباح مساء. وفي الحقيقة هذا يعطي صورة يعني سلبية عن طبيعة الموقف العربي تجاه الإجرام الإسرائيلي الذي بلغ يعني طال الأرض والحجر والشجر والمقدسات والإنسان الفلسطيني أمام مواقف المجال نعم. العربي يشجبون ويستنكرون دون أن يحركوا ساكنا أمام هذا الإجرام وأمام هذه الغطرسة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. لا يوجد أي مواقف جريئة، أي مبادرات جدية
لا من يعني على سبيل المثال تونس كانت في الفترة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في عام 2020-21 إلى انتهاكات وعدوان إسرائيلي غير مسبوق. نحن شهدنا معركة سيف القدس والاعتداء على المسجد الأقصى. تونس كانت عضوة في غير دائم لمجلس الأمن الدولي وممثلة للدول العربية والإفريقية. ماذا قدمت للشعب الفلسطيني أيضا كغيرها من الأنظمة العربية؟ حقيقة بيانات الشجب والإدانة والاستنكار ليس إلا. وبالتالي هذا يعطي مؤشر حقيقة عن طبيعة الموقف العربي المترقي. نعم. تجاه القضية الفلسطينية. هو تأكيد لكلامكم حسب وهنا يأتي في باب تعداد التفاعلات مع موقع صحيفة هيومن الإسرائيلية، ويمكن نشاهد موقع هذا I-24 الصهيوني، أعتقد هو قريب ليس هذا، يقول أنه بحسب رئيسة الاتحاد العالمي ليهود تونس في إسرائيل، بطبع الحال نحن نتحفظ ما عدناش يهود تونس في إسرائيل، إحنا مشى إسرائيل صهيوني ما تمش واحد يهود، وهم الجالية في إسرائيل، معناها الجالية في إسرائيل. الموقع هذا الصهيوني يقول أن الدكتور هذه مريم تقول أنه بالرغم من التجميد الجزئي العلاقات بين البلدين يعني تونس وإسرائيل، شوف الكلمة لها تقول تجميد جزئي، ما زال بوسع الإسرائيليين دخول تونس بجواز سفر إسرائيلي، وإن كان ذلك بشكل محدود. وقبل حوالي شهر زار جزيرة جربة حوالي 500 إسرائيلي المشاركة في الطقوس الدينية التي تقام في كنيسة الغريبة الغائر في القدم، فيما يحظر على الإسرائيليين دخول تونس بقية أيام السنة. لو ممكن فلا هذا هو الموقع 24 يعني باش نأكدوا أنه راه للأسف الشديد هنا هذا مواقع إسرائيلية تتحدث على أنه ما زالت علاقات ما بين تونس وإسرائيل وكانت غير خافية. سؤال أخير شرحبيل، تعرف الوقع الكبير الذي أو الترحاب الكبير الذي لقيه سعيد من قبل الشعب الفلسطيني عندما قال كلمته السحرية التطبيع خيانة عظمى، وعندما فاز في انتخابات الدورة الثانية الرئاسيات 19 2000، هل ما زالت هذه الصورة نفسها عند الفلسطينيين؟ يعني في الحقيقة حتى نوضح مسألة في غاية الأهمية، هذا الموقع الذي ذكرتموه قبل قليل أيضا هو INews24، هو أيضا موقع إسرائيلي يعني. نعم قلت هذا. نعم. ويعني يصدر أيضا أخبار في هذا الإطار. نعم. وفي غيرها من القبائل. في الحقيقة الصورة النمطية اليوم تآكلت عن الرئيس التونسي قيس سعيد، هو يعني وصل إلى سدة الحكم بشعارات محبة لفلسطين والقدس ورافضة للتطبيع، وحتى وصف التطبيع بأنه خيانة عظمى. للأسف الشديد نحن نشهد اليوم هذه الصورة تآكلت، نحن نشهد تحول تدريجي في الموقف الرسمي التونسي في عهد قيس سعيد. لاحظنا بأنه التطبيع من خيانة عظمى إلى مستوطنين في مطار قرطاج، هذه كارثة، وهذا تحول يعني يعطي مؤشر سلبي بأن هناك يمكن أن يكون هناك تحول في أي لحظة من اللحظات أو أي مرحلة قادمة باتجاه الانخراط في مستنقع التطبيع. هذا التطبيع ربما اليوم اللي يعني شهدنا قبل أيام العراق تسن قانون يجرم التطبيع، وصل إلى حكم الإعدام. هذا القانون الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قوانين عربية مماثلة يعني كهذا القانون العراقي الذي سن من أجل أن يرفض ويجرم التطبيع ويفرض عقوبة تصل إلى الإعدام. نعم. في تقديري الصورة تآكلت، لم تعد كما كان في السابق، والشعب الفلسطيني أصبح يدرك بأن أي مستقل يمكن أن يدخل المعترك الانتخابي تحت مسمى مستقل يوجد له هوية خفية تتضح بعد يعني تسلم ونجاح وزمام الأمور أو الحكم في الدول. وربما تونس اليوم أصبحت نموذج لهذه المسألة في ظل الأزمة السياسية الغير مسبوقة. يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل أكثر. نعم. هذا شأن تونس، لكن نحن نتحدث عن قضية التطبيع وهذا التحول التدريجي الخطير
الذي يمس القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى. شكرا أستاذ شرحبيل الغريب رئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات من فلسطين. من خلالك نتوجه بتحية كبيرة أخوية وكامل الدعم والإسناد لإخوتنا في فلسطين ضد الغطرسة الصهيونية. شكرا شرحبيل، وإلى مشاركات قادمة إن شاء الله معنا في كذا مواضيع تهم القضية الفلسطينية. واسمحوا لي سادة مشاهدين نرحب بالدكتور أحمد البرقاوي الأكاديمي متخصص في دراسات الجيوستراتيجية من باريس. دكتور أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا. ربطا يعني بما كنا نذكره، يعني هذا التحول، هل تعتقد أنه خبر كهذا بغض النظر عن صدقيته من عدمها يمكن أن الهدف منه على الأقل الواضح إحداث الارتباك أو الرباك الساحة الداخلية؟ طبعا هذا الخبر يأتي أولا بعد رفض الجزائر الشقيقة دخول الكيان الصهيوني كمراقب داخل الاتحاد الأفريقي. طلبت إسرائيل أن تكون مراقبا للاتحاد الأفريقي، ووافق أغلب الدول إلا الجزائر التي اعترضت اعتراضا كاملا وسخرت دبلوماسيتها لرفض هذا المقترح، ونجحت الجزائر. وبالتالي أعتقد أن وكأن الكيان الصهيوني يريد أن يعاقب الجزائر عبر الحدود التونسية، ويعطي هذه الرسالة الصحيفة التي أو الموقع الذي أعطى هذا الخبر، وكأنه يعطي رسالة إلى الجزائر الشقيقة ليقول لها سيسمح لنا بالدخول إلى القارة الإفريقية عبر تونس. تونس طبعا تمر بمحطة صعبة جدا على كل المستويات، وخاصة حتى على المستوى الأداء الدبلوماسي. وبالتالي للأسف أقول الرئيس الحالي الذي رفع هذا الشعار وهو التطبيع خيانة عظمى، وكأنه قال العكس من المفارقات، رفع الشعار وصدقنا هذا، وكأنه يستعمل، أنا أقول بحذر طبعا هذه الكلمة، وكأنه يستعمل مذهب الطاقية، يعني رفع هذا الشعار ليفوز بالانتخابات الرئاسية أمام خاصة الدكتور عبد الفتاح مورو، رفع هذا الشعار التطبيع خيانة حتى يصدقه الناس، لكن اتضح الآن أنه ممكن، وهذه إمكانية واردة وفرضية محطوطة على الطاولة، أن التطبيع في طريقه مع تونس بمعية عن الإمارات العربية ومصر وغيرها من المثلث الذي يحارب ثورات الربيع العربي، ويريد إطفاء هذه الشمعة التي بقيت تنير الظلمة التي أحاطت بالوطن العربي وهي تونس. دكتور مراد اليعقوبي، وأنت الرئيس السابق لجمعية أنصار فلسطين، وعودة على خبر الآي 24 آي نيوز هذه الإسرائيلية التي ذكرت بكونه نقلا عن ما أسمتها رئيس الاتحاد العالمي يهود تونس في إسرائيل، ومرة أخرى أؤكد أنه ما عدناش جالية في إسرائيل، تقول أنه ما زال بوسع إسرائيليين دخول تونس بجواز سفر إسرائيلي وإن كان ذلك بشكل محدود، وقبل حوالي شهر واحد زار جزيرة جربة حوالي 500 إسرائيلي للمشاركة في الطقوس الدينية في الغريبة. أنا لا أستغرب ذلك. نعم. ولكن عندي ملاحظة، بالله قلت لك لا أستغرب هذا الأمر بتاتا. نعم. لكن عندي ملاحظة، المسألة في الواقع وإحقاقا للحق هي سابقة على قيس سعيد، معناه قيس سعيد لا يختلف على من سبقوه في التطبيع إن وجد أن فيه مصلحته في الحكم وفي الحكم الفردي. نعم. منذ الثورة، ما قبل الثورة بطبيعة الحال، لو قرأ الناس مذكرات أحد زعماء السابقين للموساد الذي يتحدث عن علاقة بورقيبة بالصهاينة لعرفوا أن المسألة يعني قديمة لها تاريخ. نفس الشيء في كل الحكومات، ونتذكر أن بن علي كانت له علاقات، وأنه قام بإعدام أحد الأشخاص، أحد الناشطين، لأنه كشف قائمة يتواصل معها في إطار العلاقات مع إسرائيل. نفس الشيء بعد الثورة، كان الصهاينة يدخلون وجاءوا إلى تونس ويدخلون حتى في تلك الفترة، لكن بجواز سفر صهيوني. نعم. هذا بجواز سفر
يتركونه في المطار، ثم يحصلون على سكونابيلي سي باسي، معناه يعني ورقه عبور. ورايت مثال من هذه الاوراق، لانه في احد المرات التقينا شخصيه فلسطينيه قادمه من فلسطين، يعني من اراضي 48، ولما سالته عن، قال لي انا عندي جواز اسرائيلي ولكن انا اضعه في المطار ويعطونني هذه الورقه. رايت مثالا عن ذلك، مثال حي. وبالتالي ثم المساله راهي ليست مساله الهدف، راهو إذا كان بالحق نحب نفكر بعمق، معناه الهدف هو التخلص من الصهاينة والصهيونيين. هذه مسألة معقدة جدا ومرتبطة بأوضاع البلدان العربية. أول الأعمدة متاعها هو الاستبداد، لأن المستبدين يبحثون عن الدعم في أي مكان لأنهم يفتقدونه في شعوبهم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الدول الضعيفة التي ليست لها أموال والخاضعة للبنوك الدولية والأساسات المالية العالمية المرتبطة هي نفسها بالصهاينة، فإنها لا تستطيع أن يكون لها رأي. وأنا أقول لك كلاما سمعناه حتى في وسائل الإعلام من أحد الشخصيات السياسية التونسية الذي كان ضمن المجلس التأسيسي، قال إن يعني سفير معين، وأنا أعرف هذا الاسم وأعرف حتى الشخص الذي تواصل معه في إطار عملنا في القضية الفلسطينية، هناك سفير أوروبي اتصل بلجنة معينة وقال لهم إذا جرمتم التطبيع فإننا لن نعطيكم القرض كذا كذا، أظن هو القسم الثالث أو القسم الثاني من ذلك القرض. هذه مسائل معروفة لم أذكرها أنا، ذكرت من قبل شخصيات كانت حاضرة في التأسيسي وحاضرة في البرلمانات الأخرى زيادة، مش حتى في التأسيسي، والكل يعرف ذلك، لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا به. إذن الإشكال ماذا؟ الإشكال يجب أن تكون هناك حريات الشعوب التي لم تتحرر في الداخل، لا يمكن أن تساند القضية الفلسطينية. هذه النقطة الأولى، الشعوب التي لم تحقق قيادتها، يعني حريتها السيادية وسيادتها الداخلية، لا يمكنها أنها تدعي إلا أن تقوم ببعض الأنشطة التي نقوم بها نحن الآن، يعني أنشطة إغاثية، أنشطة دعائية أو شيء من هذا القبيل، وهذا غير كافي من أجل تحرير أمة. لكن هناك مسألة واضحة. نعم دكتور، يعني قبل الحين لا يمكنه أن يدعي البطولة اليوم، لأنه حتى يا أخي روني ترابلسي ألم يزر الكيان الصهيوني؟ ألم تكن هناك وزيرات في الحكومات ما بعد الثورة زارت الكيان الصهيوني؟ بل إنهن معناها هؤلاء الذين زاروا تفاخروا بذلك. أليس لنا فنانين الآن يزورون الكيان الصهيوني؟ ماذا عن احتفاء بودن إسماعيل؟ لم يواجههم أحد. اليوم سعيد، اليوم سعيد يجد يده مطلوقة، لأن هناك وليست هنا مسألة أشخاص، هناك مسألة سياق كامل، سياق متاع خضوع، سياق متاع غياب حريات. هذا هو الذي تعتاش الصهيونية. دكتور مراد، لكن أن تحتفي، اسمح لي، بودن بهذا الشلغومي، هذا يدعي الإمام أنه فرنسي، وهو وكنا نشاهد في الصور كيف يتفاخر وهو يأخذ صورا مع الكيان الصهيوني، هذا ليس من شأنه أنه يطيح بالسلطة الأدبية والمعنوية لسعيد الذي جاء ممتطيا صهوة تطبيع خيانة عظمى؟ ما الذي يمنع سعيد اليوم، اسمح لي، ما الذي يمنع سعيد اليوم من سن مرسوم وهو الآن يعني المراسيم والأوامر بالآلاف؟ سيد حسين، أنا هنا أستغرب عندما تقول ما الذي يمنعه. هو يمنع نفسه من ذلك، لا علاقة له برفض التطبيع. هو شخص له برنامجه الخاص السياسي، له فكرة معينة يريد أن يسقطها على هذه البلاد، له عقلية يريد أن يحكم بصورة متسلطة، لا علاقة له بتطبيع ولا غير تطبيع. وبالتالي لا نستغرب ذلك أن يأتي المطبعون إلى تونس وتلتقي بهم سكرتارته المكلفة بالحكومة. هذا ليس غريبا. أولا هؤلاء الشخصيات تربوا في حضن عقلية، العقلية الصهيونية، يعني قبول القرارات متاع التقسيم وكل ما فرضه، ما فرضته المنظومة الدولية. هؤلاء في أنفسهم يعتبرون أنه لابد من حل المشكلة بأي طريقة حتى نتخلص منها. نعم. وهذا هو رأيهم الحقيقي. إذن ومن هي بودن حتى لا تلتقي بذلك الشخص؟ هذا الشخص هو الذي قال عوض أن نقول الله أكبر يجب أن نقول فرنسا فرنسا أكبر.
فلا تنتظروا معه من هي بودن أو غيرها، هؤلاء لا علاقة لهم لا بحقوق شعوب ولا بأي شيء من هذا النوع. هؤلاء يعني يتدرجون في مناصبهم الإدارية، يعتشون على التعلق بالسلطة، على الارتباط بالسلطة، ولا تهمهم قضايا كبرى. نذكر أن أحد الوزير الأول رئيس الحكومة قال بالله لي غروند كيستيون هذو ما عادش تديروهم، جمع هو قال معناها المسائل هذه. وقت قالوا له ثم وزيره متبعه ومشات لاسرائيل، قال لهم بالله هذوما المسائل الكبرى ما عادش تديروهم لنا. هنا ايش باش نقولوا؟ هذا بعد الثوره معناها. نعم. هو وغير معناها كثيرون امثاله. نعم. لا نستغربه، بالتالي لا استغرب ان يفعل سعيد حتى اكثر من ذلك. نعم. دكتور احمد، وحتى نمر للجزء الثاني، قبل ذلك سؤال فقط. الانقلاب على الدستور دكتور برقاوي والعودة لما صار الدكتاتورية، هذا يخدم التطبيع أم يقاومه؟ طبعا هذا لا يقاوم التطبيع، والانقلاب على الدستور هو تحرر قيس سعيد من أي قانون أو دستور لا يتركه يتحرك نحو التطبيع. بالتالي أعتقد أن الذي يجري الآن على الساحة التونسية هو في صالح التطبيع. وهذا الموقع لما أخرج هذه المعلومة قد درس طبعا ما يجري الآن من أزمة في تونس على المستويات. بالتالي المستفيد الأول الكيان الصهيوني الأزمة التونسية والتسابق نحو التطبيع، لأنه يعرف أن هناك ضعف الآن في البنية السياسية والبنية الاجتماعية في تونس. فبالتالي هناك من الإعلامي وكأنه تطويع للسلطة التونسية في فترة ترجو فيها السلطة التونسية أن تتواصل مع المؤسسات المالية الدولية. وبالتالي لما نقول المؤسسات الدولية التي غالباً تمسكها اللوبيات، اللوبيات اليهودية المؤثرة النافذة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي خروج هذه المعلومة يعني أن هناك مسار وسياق جديد لفرض هذا التطبيع. نعم. إذن نمضي إلى الجزء الثاني من حلقتنا، وعودة على الندوة الصحفية للقضاة اليوم، وعلى وجه الخصوص تصريحات في الحقيقة لا نقولوش مريبة، نقول صادمة فعلا لرئيس جمعية القضاة التونسيين الذي فضح خلفيات بعض قرارات الإعفاء التي كان أو ذهب ضحيتها أكثر لا نقول 57 قاضي، ولكن على الأقل معظم القائمة القضاة الوارد اسمهم في أسماءهم الوارد أسماءهم في أمر الإعفاء. إليكم جزء من تصريح رئيس جمعية القضاة التونسيين ثم عودة على الطاطو. القانون على الجميع على قدم المساواة، وقت اللي فيها شخصيات سياسية، وقت اللي يطلب من القضاة بواسطة الاتصالات الهاتفية المباشرة اتخاذ القرار في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه. أعطينا أمثلة. كما أعطينا المثال متاع الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس اللي طلبت منها وزيرة العدل التدخل ولا التأثير في القضية المتعلقة بالاتحاد العام التونسي للشغل ونشرها لدى دائرة معينة مش الدائرة المختصة وفق توجهات معينة بغاية ضمان حكم معين، ورفضت هي الانخراط في هذا المسار اللي يضرب استقلال القضاء وينخرط، ورفضت تنخرط في تطويع المؤسسة القضائية تلقى روحها معفاة. السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وقت يرفض فتح تحقيق في ملف الجهاز السري نظرا لوجود تحقيق سابق في هذا الملف بتعليمات من وزيرة العدل ويرفض تفعيل الفصل 23 خارج المبدأ القانوني والحالات القانونية يلقى روحه معفي. وكيل الجمهورية بتونس وعميد قضاة التحقيق بتونس وكيل الجمهورية ببنزرت وقت ليفتح ملف في الاعتداءات اللي حاصلة على شخصية سياسية بمناسبة معناها وضح تحت الإقامة الجبرية يلقى روحه في قائمة الإعفاءات. وكيل الجمهور قاضي التحقيق بقطب الإرهاب اللي وقت
تفتح فيه عنده بحث بخصوص صفحات التي تدعي الموالاة لرئيس الجمهورية، واللي كانت ضالعة في التشهير بالناس بالأسماء وبالصور وبي كيل التهم وبي معناها العربدة يمينا ويسارا، وتقدمت فيها الشكايات وتفتح بها بحث لدى قاضي التحقيق الأول بقطب الإرهاب، وتوصل قاضي التحقيق إلى معلومات وإلى أبحاث توصلوا للجهات الرسمية في الدولة، الجهات الرسمية في الدولة اللي وهي وراها الصفحات هذية، واللي هي تمول فيها بالمعلومات وتمول فيها وتزود فيها بالمعطيات وتتعامل معها بشكل مباشر، يلقى روحه معفى. دكتور مراد، أعيد لكم الكلمة، يعني ونحن نستمع إلى هذه الشهادة الصادمة والشهادات الصادمة من رئيس جمعية القضاة التونسيين، لو كان فينا ذرة احترام القضاء، يعني عندما يستغني القضاة عن تحفظهم يكشف المستور، ويا ليته ما كشف. أمر طبيعي جدا، معناها كل أهل نعيش وضع معناها من الواضح أنه التجاوزات والحكاية هذه موجودة، موجودة من قبل. هل التجاوزات أم جرائم يا أستاذ؟ اسمح لي خلينا نعاود. لا جرائم، التجاوزات كلمة وبرة، مش معناها أخطاء بسيطة. توظيف القضاء والضغط على القضاة أو الضغط على أي موظف عمومي من أجل أن يتخذ قرار مهما كانت درجة الموظف أو خطورة القرار، هذا يعتبر جريمة، لأنه هذا ضد مبدأ أساسي من أساس العمران وهو العدل، وبالتالي مهما كانت الحجم فهو جريمة في نهاية الأمر. عندما أقول تجاوز يعني تجاوز يعني خروج عن القانون، وكل خروج عن القانون هو جريمة في نهاية الأمر. التكييف نتاعها ربما يختلف حسب الظرف وغيرها، ولكن تبقى هي جرائم ومسألة جزائية يجب أن يجازى يعني بما يستحق في ذلك. إذن الأوضاع هذه منتظرة ومعروفة ولم تختفي. عندما نرى يعني كواليس السياسة وكيف يصل هؤلاء وكيف يتصرفون في أحزابهم وكيف يخونون اتفاقاتهم فيما بينهم، رأينا أنه ثم ناس تقول موقف وتتراجع عليه، ثم ناس تمشي مع الرئيس وتنصح فيه باش يعمل كذا وكذا وكذا وبعدين تقوم تسب فيه. هذوما الكل شنيه؟ ما نستغربوش منهم إلا كان هذوما زعماء سياسيين ومعروفين، فما بالك بقاضي معناها يحبوا يضغطوا عليه. ولكن القضاء عنده ميزة اللي هي تميزه في الحقيقة على بقية الموظفين، أنه عنده يحتكم إلى القانون فقط وإلى وجدانه كما تقول النصوص متاعهم. يعني في نهاية الأمر ثم إنصاف يجب أن يمارسه حسب قناعاته، وتعودوا أنهم القضاة وخاصة بعد الثورة أنه هذه الأحكام عن طريق الهاتف وغيره يزم التوقع. نعم. علاش؟ لأنهم رأوا ما حل بزملائهم سابقا. هناك قضاة الآن هاربون ويعيشون في الخارج سيدي خويا. علاش؟ لأنهم كانوا قضاة التعليمات، وبالتالي القاضي ما عادش يساعده أنه يبيع الشرف متاعه ويصبح مهدد فيما بعد. ثم حتى من ناحية مبدئية معناها يقول لك أنا القانون يعطيني حماية ويعطيني قدر معناها باش نحكم بما يراه وجداني وبما أراه عدلا، وثم نصوص قوانية تعاوني على ذلك. نعم. فمن نقبل واحد يضرب واحد بواسطتي أنا، لا يقبلون أن يكونوا عصا. صحيح ثم شكون يقبل كما في كل القطاعات، ولكن الميزة هذه تخليهم عندهم نوع من الاعتداد بذلك المكسب. اليوم بعد 10 سنين معناها في وضعية مختلفة، وفي أنه أصبحت المسألة مدسترة يعني في الدستور ينص عليها، ثم الباب الخامس معناها متعلق بالعديد من الحقوق فيما يهم مسألة القضاء. نعم. من الصعب أنهم يتنازوا عليها أو يغيروا رأيهم بهذه السرعة، وسنرى منهم الكثير في تقديري، في من أغلبهم على الأقل سنرى الكثير في نصرة العدالة ونصرة الحرية ومقاومة. وهم اليوم في يومهم الثالث، اليوم الرابع الإضراب، بدأوه الاثنين الثلاث الاربعاء يوم الخميس يوم الرابع، وهم ما زالوا مصرين ويأكدوا أنهم راهم ماشيين في التمديد في هذا القرار طالما أن السلطة لم تتراجع عن أن الأمر سيء الذكر وفق رأيهم. دكتور برقاوي، وكيلة عامة لدى محكمة الاستئناف تتعرض لضغوط مباشرة من وزيرة العدل كي تعين
ملف الخاص بالاستئناف باتحاد الشغل عند قاضية بعينها، هذه سابقة، وكيل جمهورية يعزل وعزلت وكيل الاستئناف، وكيل عمل لدى الاستئناف، وكيل جمهورية يعزل لأنه رفض فتح بحث موازي وبحث ثاني في قضية ما يسمى إعلاميا بالجهاز السري، طالما أنه عندها بحث آخر جاري. والقضايا كثيرة، يعني أين صورة رئيس الجمهورية المدافع عن استقلال القضاء والذي يؤكد أنه لا نية له في المساس بحرمة القضاء واستقلاليتها؟ دعني أقول أن هذه القطرة التي أفاضت الكأس، يعني الرئيس الحالي استهدف الآن أكبر، يعني أعتقد أكبر مكون إذا صح القول في إدارة الشأن العام وهم القضاة. ليس هناك دولة أو مؤسسات دولة، وليس هناك حتى في النظام الملكي ولا غيرها إلا بوجود قضاة، مهما كان مهما اختلفنا معنا مع أدائهم. أعتقد أن الرئيس قيس سعيد والحاشية التي تحيط به أخطأوا المقار في الفترة الأخيرة باستهدافهم للقضاة، سواء قلنا قضاة متمكنين، قضاة شرفاء، أو البعض منهم من أخطأ في حق المواطن. لكن الأخير نقول أن هذا المكون تعتمد عليه الدولة بشكل خاص، ولا يمكن لعدالة أن تكون بغير القضاة. بالتالي مهما قلنا في قاضي من القضاة أنه أخطأ في بعض المحطات، لكن هذا لا يعني أن نستهدف القضاة بهذا الشكل. هذه سابقة أولى أولاً في تونس، لم يقع استهداف بهذا الشكل وبهذا الكم وبهذه الصيغة الإعلامية وبذكر الأسماء، لا في حكم الرئيس بورقيبة ولا في حكم الرئيس السابق الدكتاتور. يعني استعمل بعض القضاة لكن لم يستهدف هذا المكون بقيمته وقدرته أيضا على يعني قدرته أيضا على وضع التوازن داخل الدولة. بالتالي الآن نحن أمام سابقة أولى. أولا ليس فقط الضغط على القضاة لتفكيك بعض الملفات، ويعني للأسف وكأنهم يريدون تطبيع القضاة لتمرير هذا المشروع الخطير. أنا أقول هذا المشروع الذي يريد أن يبنيه سعيد هو مشروع خطير لتونس. تونس دولة مدنية، تونس بنيت على مؤسسات دولة وطنية ضحى من أجلها الكثير. بالتالي لا أعتقد أن الشعب التونسي والنخبة التونسية مهما اختلف مشاربها ستقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من تفتيك مؤسسات الدولة التونسية والمؤسسات الوطنية. أعتقد أن هناك خطورة فعلا، لكن في نفس الوقت وقف الشرفاء الآن من القضاة، وكثيرون أقول من الشرفاء من القضاة الشرفاء وهم كثيرون ليس قليل. وبالتالي هناك معركة الآن، معركة وجود، إما أن تبقى مؤسسات الدولة التونسية قائمة أو يقع تفكيكها وأمام الرأي العام الداخلي والخارجي. هناك الآن مواقف جديدة داخليا وخارجيا تستنكر وتطلب من الرئيس الحالي الرجوع إلى رشده والرجوع إلى الشرعية الدستورية. نعم دكتور مراد، منظمة العفو الدولية أعتقد في 3 جوان كتبت على صفحتها في مقالة إن الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي تتلاشى ببطء وبصمت، نحن بعيدون عن القمع الشرس الذي مورس في عهد بن علي، ما زلنا نتمتع بحرية التعبير، ليس لدينا الآلاف من سجناء الرأي كما هو الحال في مصر، لكن قواعد السلطة المطلقة موجودة. الكلام لي أنا جلالي عن منظمة العفو الدولية. لكن في المقابل أعتقد هي المرة الأولى
التي يتوحد فيها أو توحد فيها هياكل القضاة، يعني أن يحضر في مجلس يعني مستعجل قرابة 1500 قاضي من قرابة 2500، هذا يعني أمر جديد. أن يجتمع القضاة، تقريبا هي المرة الأولى جمعية القضاة ونقابة القضاة وكل هياكل قضائية ويجمعون على بيان، هذا دليل واضح ورسالة واضحة أن القضاة لن يطأطئوا رؤوسهم هذه المرة. في الواقع كما ذكرت يعني هذا أمر طبيعي، وإذا كان هناك شيء يحسب لقيس سعيد فهو قدرته المتعاظمة ويعني قدراته الرهيبة في جمع كل الناس ضده، فحتى المؤسسات أو الهياكل الممثلة لقطاع القضاة والتي كانت متنازعة حتى من عهد الاستبداد السابق أصبحت على قلب رجل واحد كما يقال، لأن دكتور مراد أعذرني أعذرني مضطر نخرج، نرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي مدينة تونس وما جاورها، ثم عودة سريعة. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. دكتور مراد اسمح لي نرجع لك في الكلمة حول صمود القضاة ودخولهم في الإضراب في الأسبوع الأول وهم مصممون على التمديد في إضرابهم طالما لم تستجب السلطة لمطالبهم، أولها تراجع أو سحب هذا الأمر القاضي بإعفاء معظم 57 قاضي على الأقل، مهما أجمعوا على أنه ثم قلة قليلة فاسدة لأنه رأي الإجراءات باطلة لا يمكن أن يصلح القضاء بهذه الشاكلة. أولا ساعة بالنسبة للإجماع راهو ما يزمناش نحكيه ديما على إجماع، أكيد أن هناك من سيساند السلطة ومن سيسير في ركابها، هذا ما يزموش يفاجأ حتى حد راهو، معناها لا ننتظر أن نجد في هيكلا أو في قطاعا 100% من الناس على قلب رجل واحد. هناك البعض إذا حصل على استفادة أو على تطمينات أو يعني نتيجة طمع معين أن يعني يسير في الاتجاه المقص، ولكن نتحدث عن أغلبية ساحقة إلى الآن، قد تنخفض هذه الأغلبية مع مرور الزمن لأنه لا نستبعد أنه ضغط اقتطاع الرواتب مؤثر ومقلق بالنسبة للناس معناها، ولكن يبدو أن هذه الصلابة يعني قوية نسبيا هذه المرة ومنتظر أن تؤثر في المشهد بطريقة أو بأخرى دون أن تكون يعني لها دور قاطع، ولكن في كل الحالات ليس في وسع أي محب للحرية وداعي إلى العدالة وغير ذلك من القيم إلا أن يشد على أيدي أي قطاع يتمسك بحقوقه ويتمسك بحريته وبحق شعبه في حياة كريمة، وهو ما لا توفره عقلية المراسيم وعقلية السب والشتم وعقلية التفرد بالرأي، يعني شخص في أرض للعمر يحب يحط دستور على كيفه هو، لا نظرا لأن قيس سعيد من الأول قال هذا دستور كله أقفال وغيره، فيريد دستور بلا أي قفل، كله نوافذ وأبواب، يكون في الصحراء هكاك ليتحرك كما يشاء، كما يقولوا لغة الكرة يحب المساحات. في الوضع هذا لا يمكن للكثير أن يصمتوا، ولكن العمل السياسي يجب أن يتخذ الأسباب، هذه طرق للضغط ولكنها في تقديري لا تؤدي إلى قلب الوضعية نهائيا والعودة إلى الحياة الديمقراطية، ربما هناك عوامل أخرى تتدخل، ولكن عموما مناقشة هذه المسائل لا تتم في الفضاءات العامة، هناك الذين يتحركون ربما لهم قدرات، لهم هناك رجال سياسة مبدئيين معناه يدافعوا عن الديمقراطية، نعم. هؤلاء لا يمكننا إلا أن نشد على أيديهم ونقول لهم الأكيد أن لهم خططهم، نرجو أن تأخذ بعين الاعتبار واقع القطاعات الكل، واقع الشعب التونسي، وحقيقة أن الشعبوية أيضا لها دور في إغواء الناس وجرهم في مواقف لا يفهمونها، هذا كل لازم يتحط في الاعتبار، وخاصة يبتعدوا على مناقشة المسائل من ناحية قانونية، لأنه معناها المناقشات القانونية لم يعد لها مكان الآن، لأنه قيس سعيد
من نهار 25، وحتى قبل هو في الواقع عندما رفض قبول يعني تأديت اليمين وغيرها، ورفض الإمضاء على قانون المحكمة الدستورية وغيرها، هو خرج عن القانون. وبالتالي نعم. أرى أنه من يتمسك بطرح حجج قانونية يساهم في إضاعة الوقت ويساهم في التمديد لهذا الوضع، ربما تحسن الأوضاع أكثر، ولكن حتى القضاة معناها مهما كانت النسبة وهي نسبة مرتفعة وستظل مرتفعة التي ستواجه يعني تلك القرارات، فإنها تساهم بدور كبير وفعال، لأنها السلطة كما يقال السلطة التي توازن بين مختلف السلطات، وهي التي يلجأ إليها في فترة الأحكام وفترة إصدار القرارات. نعم. في مداخلة أخيرة دكتور برقاوي، هل يكون القضاة ستالينغراد المؤسسات التي جرفت دكتور برقاوي؟ أعيد السؤال من فضلك. هل يكون القضاة بمثابة ستالينغراد الذين سيحمون آخر قلعة لا قدر الله إذا كان خضعوا القضاة، قد نمضي إلى حقبة جديدة فعلا؟ فعلا كما أشرتم أن هذا المكون أعتقد أنه سيكون الجدار الذي سيتصدى إلى انهيار الدولة. أعتقد أن القضاة الآن يخوضون معركة إما بناء أو الحفاظ على مؤسسات الدولة أو انهيارها. وبالتالي كما أشار ضيفكم الكريم، لابد من يعني من دعمهم ومساندتهم في هذه الفترة، فهي معركة إما وجود الدولة التونسية أو انهيارها. القضاة كما عودونا حتى بين الثورة التونسية 2014 كانوا حاضرين في هذه المعركة ضد الاستبداد، وبالتالي هم يخوضون معركة. وأعتقد أن حتى اتحاد الشغل وكأنه بدأ يخوض معركته أيضا إلى جنب معركة القضاة وغيرهم من الطيف السياسي وجبهة الخلاص، وكأني أعتقد، وهذه كمراقب من بعيد، هناك احتضار للانقلاب، أيامه أصبحت قليلة، والشعب التونسي يراقب هذه التحولات والمتغيرات. وأعتقد أن تونس ستخرج من هذا النفق المظلم يعني فائزة ورابحة، والرجوع إلى الانتقال الديمقراطي والمكاسب التي حصلنا عليها بعد الثورة التونسية. شكرا دكتور أحمد البرقاوي الأكاديمي متخصص في دراسات الجيوستراتيجية. شكرا دكتور مراد العقوبي الجامعي ورئيس السابق لجمعية أنصار فلسطين، وقبل ذلك كان معنا استشار حبيل الغريب رئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات من فلسطين. لكن قبل أن نختم ضروري نشير إلى أن مواطنون ضد الانقلاب في تونس فرع سويسرا ينظمون بعد غد السبت المنصة الإعلامية التحسيسية 16 ضد الانقلاب في تونس، تضامنا مع سلطة القضاء والقضاة المعفيين من طرف سلطة الانقلاب. التوقيت من الساعة 2 إلى 3 بعد الظهر 11 جوان 2022 بساحة مولار بهذه سويسرا أعتقد بجنيف. إذا هذا كذلك نذكر، أعتقد أنه غدوة غدا ثم وقفة تنظمها جبهة الخلاص الوطني مساندة للقضاة أمام المحاكم في مختلف جهات الجمهورية. نشكر جمهورنا على حسن المتابعة، نشكر فريقنا التقني والصحفي، نلتقي غدا إن شاء الله في عدد جديد يوم الجمعة بداية الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. ليلة سعيدة في أمان الله.